بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اعزائي الطلبه ورحمه الله وبركاته الدرس الماضي اخذنا موضوع الايون المشترك ومحاليل بفر وقلنا كلمه بفر او محلول بفر عباره عن مذابين ذن المذابين شنو يا اما حامض ضعيف او ملحة او قاعده ضعيفه وملح بس انت ملاحظه وان شاء الله نكمل حل الاسئله الملاحظه هي شنو بعض الطلبه يعتقدون انه الايون المشترك ذن قوانين الايون المشترك لا اعزائي ذني مو قوانين ايون مشترك ذني قوانين محاليل بفر لان بعض الطلبه يعتقدون انه محلول بفر يتالف من ثلاث مذابات اللي هو حامض ضعيف وملحه يا اما نضيف عليه حامض قوي او قاعده قوي لا اعزائي ذني ثلاث مذابات ذني مو محاليل بفر كلمه بفر كلمه بفر عباره عن مذابين شنو شنو حامض ضعيف وملحه او قاعده ضعيفه وملحه راح تقول استاذ بس ذني هنا مو ايون مشترك ذني قوانين الايون المشترك لا اعزائي الايون المشترك هذا عنوان عام ما له علاقه بمحالي البفر كلمه بفر هذا من التعريف مالته هو عباره عن محلول مؤلف من حامض ضعيف وملحه او قاعده ضعيفه وملحه يعني مو ذابيا نعم بيناتهن ايون مشترك يعني شنو الملاحظه خلينا نكتبها يعني للشرح قبل ما ابدي بالموضوع انتبهوا اعزائي حتى وخر هذا الخلط اللي عند بعض الطلبه انه كل كل محلول بفر كل محلول بفر ايون مشترك كل محلول بفر لازم هو شنو؟ ايون مشترك لكن ليس ليس كل ايون مشترك ليس كل ايون مشترك هو شنو؟ هو محلول بفر هو محلول بفر نعيد يعني كل بفر لازم هو ايون مشترك لكن مو كل ايون مشترك هو لازم بفر يعني شنو باع الزايد بالنسبه للطلبه خلينا نقول مثل انتم ماخذين الموضوع موضوع الذوبانيه هم عندنا ايون مشترك يعني باعوا مثل هذا بالاملاح شحيحه الذوبان هذا اللي ان شاء الله راح ناخذه على الدروس القادمه يعني مثل هذا ملح شحيح الذوبان اي جي سي ال نفككه اي, اي جي موجب وسي ال سالب هذا بموضوع الذوبانيه من اجي اضيف عليه الكتروليت قوي او ملح قوي مثل كي سي ال، يطينا كي موجب زائدا سي ال سالب، هذا شنو هذا اعزائي؟ هذا ايون مشترك. تقدر تقول انت على هذا المزيج، تقدر تقول عليه هذا بفار خلط. طبعا لا اعزائي هذا مو بفر هذا، هذا ملح شحيح الذوبان، وهذا ملح تام التاين. اذا انتبهوا لي اعزائي، لكن كل بفار لازم ايون مشترك. اللي هو يتالف من حامض ضعيف وملح وناتن ايون مشترك، لكن ليس كل ايون مشترك هو محلول بفر، فخلوا ببالكم، لا تقولوا الأستاذ ذن القوانين قوانين ايون مشترك، لا اعزائي ذن القوانين مال المحاليل بفر، محاليل بفر، فمن تسمع كلمة بفر كمذاب تخلي ببالك اعزائي كلمة بفر مذابين، وان شاء الله من راح ناخذ اللي ثلاث مذابات اللي هو بفر ونضيف عليه حامض قوى وقاعده قويهم اذكركم بهذا الموضوع، هاي بالنسبة كمقدمة الدرس الماضي احنا اخذنا اعزائي ذن القوانين هسه نعيد نراجع القوانين ونكمل حل الاسئله ونكمل حل الاسئله شوفوا اعزائي فهسه محاليل بفر محاليل بفر عد نوعين محاليل بفر عد نوعين حامض ضعيف وملحه حامض ضعيف وملحه او قاعدة ضعيفة وملحة إذا كلمة بفر ثبت ببالك كم مذاب مذابين حامض ضعيف وملحة أو قاعدة ضعيفة وملحة أبو الكتاب تقريبا ما عنده غير حامض الخليك وخلات الصوديوم سوى موجودات بالوعاء أو أمونيا وكلوريد الأمونيوم القوانين المستخدمة بمحلول بفر الحامضي يا أما بدلالة H نقول كي أي في تركيز الأسد على الصوت وقلنا الأسد علاقة طردية ويا فيكون بالبسط او بي اتش تساوي بي اي زائد لوغاريتم السولت على الأسد والأسد ويا البي اتش عكسيه شوف هنا أسد على السولت هنا سولت على الأسد ليش لان الأسد ويا البي اتش علاقته عكسيه يكون بالمقام قوانين مح... ال بفر ال 100 الف من قاعده ضعيفه وملحه قوانينها شنو نفس قوانين الحامض ضعيف وملح لكن شنو الفرق هناك اتش وهنا شنو او اتش هناك كي اي كي اي لان حامض ضعيف هذا كي اي حامض ضعيف وهنا شنو كي بي لان قاعده ضعيفه قاعده ضعيفه ايضا البيس على السولت البيس ويا الاو علاقه طرديه والبيس هنا بالمقام لان البيس ويا البي علاقه عكسيه زين مع البي او اتش مو مع البي اتش مع البي اتش البيس مع البي اتش طرديه لكن البيس ويا او اتش عكسيه نكمل اعزائي حل الاسئله نكمل حل الاسئله وصلنا الى سؤال 14 ثلاثة من أسئلة الكتاب شو يقول السؤال يقول إذا كان يقول إذا كانت هناك حاجة لتحضير محلول شنو بفر أعزائي بعض الطلبة معتقدين أنه بفر شنو نوخر هاي الفكرة من بالكم أعزائي بعض الطلبة معتقدين بفر كم مذاب ثلاثة انتبهوا دائما أعيدها بفر كم مذاب مذابين شوف هاي الأسئلة يقول إذا كانت هناك حاجة لتحضير شنو محلول بفر دو بي اتش قد تساوي؟ تسعه يعني هاي التسعه مال منو؟ مالت بفر من مزج باع شنو المزجه؟ امونيا مع كلوريد الامونيوم اعزائي كم مذاب ذني؟ ذني مذابين امونيا مع كلوريد الامونيوم كم يجب ان تكون النسبه بين ال NH4 موجب الى ال NH3؟ مطيني بي كي بي تساوي 4.74 أربعة أربعة ولو غارت ام 1.8 تساوي 26% اذا اذا كانت هناك حاجه لتحضير محلول بفار عزيزي بس سمعت كلمة بفر تروح تطبق قانون بفر ما بيها يعني مجال أو تفكير ما لها بفر مذابين تيجي تطبق قانون التبفر بفر أمام خيارين لو بفر حامض ضعيف وملحة أو بفر قاعدة ضعيفة وملحة هنا أنا شنية قاعدة ضعيفة وملحة نطبق قانون الـ اتش فخلي نكتب المعادلات أعزائي بيناتهم فبالبداية أمونيا NH3 زائدا H2O يعطينا NH4 موجب زائدا OH سالب زائدا OH سالب الملح مالتها NH4 Cl نفكك يطينا NH4 موجب زائدا Cl سالب زائدا Cl سالب هذا شنو قلنا هذا ايون هذا ايون مشترك هذا ايون مشترك ابو سؤال قال كم هي النسبة؟ نجي نطبق قانون شنو؟ قانون محلول البفر اللي هو متألف من قاعدة ضعيفة وملحة اللي هو شو يقول القانون؟ بي او بي او تساوي بي كي بي زائد لوغاريتم تركيز الملح على تركيز البيس تركيز الملح على تركيز البيس نجي سنعوض ضاعوا لي أول سؤال راد هاي النسبة بين السولت إلى البيس، يعني إيش راد؟ ولا أكتب لكم إياها؟ هاي NH4 موجب. هاي NH4 موجب. تركيز الـ NH4 موجب، وسأوضح أوضح لكم هاي شنو؟ على تركيز البيس اللي هي الـ NH3. الـ NH3. شوفوا أعزائي. هاي راد هاي النسبة. احنا قانو... القانون طبقناه على مال محالي البفر اللي هو تالف من قاعده ضعيفه وملحة الان اتش 4 هي هاي نفسها عزيزي باو هاي جايه من نفس الملح، شوف هاي هذا الملح هذا الملح هو هذا بينات ايون مشترك، انتم تدرون اعزائي بموضوع الذوبانيه اللي يجي من الشحيح دائما شنو؟ يهمل هذا دائما يهمل وهذا شنو دائما؟ وهذا دائما يعوض، هذا دائما يعوض. نفسه يعني هذا جاي من الملح نفس التركيز يعني أعزائي باعوا يعني إذا هذا واحد بالعشرة فرضا لو هذا كان واحد بالعشرة هذا شنو صفر بصفر بعدين هاي يصير صفر واحد يعني هنا نفس التركيز هذا السولت هو نفس هذا يعني هنا ابو الكتاب ما قال لك خلينا نقول النسبه بين السولت نفسه وهذا جاي من السولت نفس التركيز اعزائي هذا نفس التركيز وانتم ماخذين بموضوع الذوبانيه اذا واحد قبل شوي كتبت لكم مثال البيناتين ايون مشترك اللي يجي من الشحيح دائما شنو هو يهمل ويعوض اللي يجي من القوي بس المهم يعني انت خلي بالك دائما ال NH4 يعني اللي هو نفسه كانما تركيز ملح، ان اتش 4 على تركيز الان اتش 3 ابو السؤال راد هاي النسبه كلها ما راد البص او راد المقام راد هاي كل النسبه المفروض ايش يعطينا ابو السؤال اذا راد هاي النسبه يكون يطينا البي كي بي ويعطينا البي او اتش بي او اتش ما مطينا اياها ايش مطينا بدالها بي اتش فاجي استخدم التحويله هسه ايش راح اقول بي اتش زائدا POH او اتش شي يساوي يساوي 14 اذا بي او اتش تساوي 14 ناقص 9 يساوي 5 نجي نعوض هسه اذا 5 5 يساوي البي كي بي 4.74 زائد لوغاريتم النسبة اللي هي الان اتش 4 موجب على تركيز الان اتش 3 على تركيز الان اتش 3 كرياضيات هو يريد قلنا هاي النسبة كلها ننقل هاي للجهة الثانية خمسة هاي يصير إشارتها سالب نقصها خمسة ناقص أربع بوينت أربعة وسبعين يساوي لوغارتم النسبة اللي هو الـ NH4 موجب على تركيز الـ NH3 خمسة ناقص أربع بوينت أربعة وسبعين ستة وعشرين بالمية صفر بوينت ستة وعشرين يساوي لوغارتم الـ NH4 موجب على تركيز الـ NH3 شنسوي عزاي؟ علمتكم انا بطريقتين يا يعني. اما توخرون اللوغاريتم وتخلون هاي اس ال 10 يا اما توخرون هاي ال 26% ال 26% شو يساوي تساوي لوغاريتم 1 يعني هاي تساوي هاي راح اوخر ال 26% شو احط بدالها لوغاريتم 1.8 اذا لوغاريتم 1.8 بوينت بدال ال 26% يساوي لوغاريتم النسبة اللي هي الـ NH4 موجب إلى الـ NH3 لوغاريتم راح ويا اللوغاريتم اذا النسبه تساوي اذا نسبه الان اتش 4 موجب الى ال ان 3 تساوي 1.8 تساوي 1.8 اعزائي هذا سؤال وزاري هذا من الاسئله الوزاريه نجي للسؤال الاخر نجي للسؤال الاخر وايضا من الاسئله المهمه جدا وايضا وزاري على اكثر مرتين جاي وزاري شو يريد ابو السؤال؟ بعزاء ايش قال؟ قال يعني احسب كتله احسب كتلة ملح احسب كتلة ملح خلات الصوديوم هذا ملح هاي الكتلة المولية مات 82 غرام على مول اللازم اضافتها وين راح اضيفها يا ابو السؤال قال اللازم اضافتها الى لتر واحد من محلول 125 بالالف مولاري حامض الخليك فساشين شنو اعزائي ملح راح يضيفها على الحامض مالته للحصول على شنو عزائي قلنا احنا للحصول على شنو محلول بفر اذا قلنا مئات المرات قاعد اكد عليها عزائي لان بعض الطلبه يعتقدون انه هاي نسميه موضوع عيون مشترك لا عزائي مو موضوع عيون مشترك هذا محلول بفر اذا بفر كم مذاب مذابيا اذا قال للحصول على محلول بفر تكون قيمه بي اش له تساوي 4.74 علما ان كي اي تساوي 1.8 في 10 السالب 5 اعزائي ما طول قال بفر احسب كتله ملح خلات الصوديوم اللازم اضافتها لحامض الخليج اذا نطبق قانون محلول بفر اللي هو متالف من حامض ضعيف وملح زين قبل ما اكتب القانون تتذكرون اعزائي من قلنا من يطلب مني ابو السؤال اوجد كتله بالفصل كله من بدايه الفصل الى نهايته بس تسمع ابو السؤال يطلب منك احسب كتلة، كتلة ملح، كتلة حامض، أي كتلة، أي كتلة، تجي مباشرة تطبق قانون الكتلة هذا ام، ام سمول الماس تساوي ام التركيز في الكتلة المولية في الحجم باللتر. هذا أعزائي قانون عام بالفصل كله يعمل، بس تسمع من ابو السؤال يقول لك احسب كتلة مادة، كتلة مادة، حامض، ملح، أي شيء، كتلة مادة يساوي التركيز المولاري للمادة في الكتلة المولية للمادة. في حجم المحلول في حجم المحلول يعني مو حجم الماده حجم المحلول اللي راح نخلي به الماده زين تذكرون بوقتها من شرحت هذا يعني بالمحاضرات السابقه بدايه اول ما شرحت الفصل بالاساسيات اعزائي قلنا الحجم هذا ما ينظم هذا يعطى مباشره بالسؤال هذا ما بافكار الكتله الموليه هسه الحجم انطينا الحجم اعزائي الى لتر واحد اذا ايش الحجم؟ لتر الحجم معلوم الكتله الموليه معلومه شنو المجهول؟ وابو سؤال يريد التركيز العفو نريد الكتله، إذن شنو المجهول التركيز؟ تتذكرون بوقتها يعني لو تراجعون المحاضرات السابقه قلت لكم بوقتها راح اقول لكم بهاي الفقره، هذا التركيز من نجيب هذا التركيز مال الماده؟ بوقتها كتبت هنا أنا فقره نجيب هذا التركيز من القانون المناسب كتبت لكم بوكتها نشرحت هذا القانون قلت لكم نجيب هذا من القانون المناسب يعني شنو من القانون المناسب أعزائي القانون المناسب لهذا الملح الساء نطبق له قوانين نطبق له قوانين الأملاح طبعا لا ليش لا أعزائي قوانين الأملاح نطبقها في حال ملح مذاب واحد نذوبه بالماء نطبق قانون قانون تحت الجذر اللي هو قوانين الأملاح مال تحت الجذر تركيز الأتش يساوي مثل كي دبليو في كي اي على سي هذا شو وقت نطبق القانون؟ لو كان ملح بس ويا الماي بس هذا سؤال ايش قال قال احسب كتله ملح خلات الصوديوم اللازم اضافتها الى شنو؟ الى حامض الخلية يعني صار حامض ضعيف وملحة إذا القانون المناسب لهاي المادة شنو راح يكون قانون محاليل بفر قانون محاليل بفر فهسه هاي بس خطة العمل اللي شلون راح نشتغل فراح نمسح هذا قانون الكتلة عزائي فهسه إذا القانون المناسب لهاي المادة هو قانون محاليل بفر فهسه خلينا نجي نكتب القانون تطبيق مباشر عزائي نكتب القانون pH pH تساوي pKa زائد لوغاريتم تركيز الملح احنا قاعد ندور على تركيز الملح قلنا نجيبه من القانون المناسب على تركيز الأسد على تركيز الأسد اذا القانون المناسب اللي نطلع منه التركيز هو قانون شنو قانون بفر هذا مجهول هذا مجهول نجي هسه نعوض بالارقام البي اتش قد تساوي للحصول تكون بي له تساوي 4.74 اذا 4.74 4.74 يساوي بي كي اي منطيناها جا... ما منطيناها جاهزه احنا نحولها لازم تحولوها عليها درجه عزائب على الوزاري نجي نحولها شو راح نقول بي كي اي تساوي سالب لوغاريتم الكي اي اللي هي 1.8 في 10 والسالب 5 سالب 5 بالسالب شو يساوي 5 ناقص لوغاريتم هذا اللي هو 26% منطينا يا ابو السؤال لوغاريتم ال1.8 ويساوي 4.74 اذا ويساوي أربعة بوينت أربعة وسبعين زائد لوغاريتم إيش قد تركيز السؤال إحنا نريده نريد نعوضه بقانون الكتلة على تركيز الأسد إيش قد أعزائي مية وخمسة وعشرين بالألف مولاري على صفر بوينت مية وخمسة وعشرين بالألف مولاري كرياضيات هسه سوي نسوي؟ ها للجهة الثانية تصير إشارتها سالبة أربعة بوينت أربعة وسبعين. ناقص أربعة بوينت أربعة وسبعين. شو يصير هنا؟ صفر يساوي لوغاريتم تركيز السولت اللي احنا نريده على صفر بوينت مية وخمسة بعض الطلبة من يوصلون صفر ويصير عندهم ارباك يعني شنو هاي الصفر شلون فاني ليش معلمكم على الطريقتين شوفوا عزائي منو وصلنا الصفر تجي شو تسوي توخر اللوغاريتم الجهة الثانية شو تصير اس للعشرة فراح يصير عندي ملاحظة عزائي من اوخر اللوغاريتم الجهة الثانية يصير اس للعشرة اذا عشرة اس صفر يساوي تركيز السولت على صفر بوينت مية وخمسة وعشرين إيش قد عشرة الصفر كل كمية الصفر إيش قد يساوي واحد إذا هاي عوض عنها بدالها شنو واحد يساوي تركيز السولت على صفر بوينت مية وخمسة وعشرين هاي في هاي إذن تركيز السولت يساوي صفر بوينت مية وخمسة وعشرين بالالف مولاري والسعوضة بقانون الكتلة ها طريقة للحل وخرت اللوغاريتم الجهة الثانية تصير أس لا تقولوا الأستاذ ليش خوه هيك يسوي مثل بدل العشرة الصفر عيدة مرة ثانية عوض بدالها هو منو لوغاريتم من الصفر هو لوغاريتم منو لوغاريتم من الواحد شوف عزائي اه لوغاريتم الواحد شو يساوي؟ يساوي صفر بس ما يعطيك اياها ابو السؤال، فانت شو تسوي؟ توخر الصفر شو تحط بداله؟ لوغاريتم الواحد، فايش راح يصير عندي؟ لوغاريتم الواحد يساوي بدال الصفر ايش عوضت؟ لوغاريتم الواحد يساوي لوغاريتم تركيز الصوت على 0.125 لوغاريتم راح ويا من؟ ويا اللوغاريتم اذا واحد يساوي تركيز السولت على صفر بوينت مية وخمسة هاي في هاي إذا تركيز السولت يساوي صفر بوينت مية وخمسة بالألف مولاري طلعنا تركيز السولت من القانون المناسب اللي هو من القانون المناسب أعزائي اللي هو قانون محلول بفر قانون محلول بفر نجي سوينا نعوض نجي نعوض بقانون الكتلة نجي نعوض بقانون الكتلة إذا الكتلة مال ال CH3 آه خلات الصوديوم CWO NA تساوي ام التركيز بالكتله الموليه في الحجم باللتر ويساوي ايش قد التركيز طلعنا 125 بالالف مولار الكتله الموليه مطيناها بالسؤال اعزائي 2.8 في 2.8 في الحجم 1 لتر وتساوي 10.25 بالمئه غرام نجي على الاسئله الاخرى اللي هو 13. تمرين ثلاثة 13. تمرين 13،3 باينه السؤال شو يقول؟ هذا ايضا سؤال وزاري قال أبو السؤال احسب قيمه بي اتش، انت تريد يا ابو السؤال؟ خلينا نجي نساله قال احسب قيمه بي اتش، تريد؟ قال لي محلول يحتوي على الامونيا اللي هي شنو هي الامونيا؟ قاعده ضعيفه بتركيز 15% مولاري و كلوريد الامونيوم بتركيز هلكت اعزائي كم مذاب ذني؟ مذابين شنو ذني المذابين؟ قاعده ضعيفه وملحه بدون نقاش اعزائي ما يقبل نقاش الموضوع ما طول قاعده ضعيفه وملحه طب قانون محلول بفر القاعده اللي هي القاعده ضعيفه وملحه مذابين ايش قال بعدين؟ هذا الشق الاول من السؤال ايش قال؟ قال وقارن النتيجه يا نتيجه اللي راح نحصل عليها مال البي اتش هو ايش قال لي ابو السؤال احسب بي اتش قال بعدين يعني قارن النتيجه يعني هاي البي اتش ويا من نقارنها يعني مال بفر قال وقارن النتيجه مع بي اتش محلول منو محلول بس الامونيا دول بي اتش يساوي 15 بالمئه مولاري اعزائي هذا السؤال راح نحله مرتين مره نطلع البي اتش مال منو مال القاعده ضعيفه وملحه يعني نطبق يا قوانين قوانين بفر اللي هن مذابين وبعدين شنو نسوي وبعدين نطلع البي اتش مالت من مال بس الامونيا كون شنو نطبق يا قوانين اعزائي نطبق قوانين القاعده الضعيفه اللي هي مذاب واحد أعيدها بالبدايه ايش قال لي ابو السؤال احسب بي اتش مال امونيا واحد هي لو مذابين مذابين اعزائي امونيا وكلوريد الامونيا مذابين يعني محلول بفر قاعده ضعيفه وملحه وش قال لي بعدين؟ قال وقارن النتيجه يعني الـ pH اللي انا راح احصلها اللي مع المذابين مع البفر وقارن النتيجه مع pH منو؟ محلول الامونيا. اعزائي محلول الامونيا كم مذاب؟ مذاب واحد بس الامونيا اقارن مع pH محلول الامونيا ذي التركيز 15% مولاري زين. هسه نجي نسوي؟ نحل المطلب الاول فهسه ايش راح نقول؟ آه نكتب هسه المعادلة NH3 هاي سنحل المطلب الأول المطلب الأول اللي هو من هو عزاي اللي هو بفر اللي هو بفر ان NH3 آه زائدا H2O ان NH4 موجب زائدا OH سالب كلوريد الأمونيوم NH4Cl راح ان NH4 موجب زائدا Cl سالب هذا شنو نسميه؟ ايون مشترك ايون مشترك وقلنا ما له علاقه الايون المشترك ويا القوانين ما له علاقه الايون المشترك مع القوانين ايون مشترك ما له علاقه زين فهسه نجي نسوي؟ مذابيا قاعده ضعيفه وملحه نجي نطبق قانون المذابين اللي هي القاعده الضعيفه وملحه اللي هو البي او نسميه خلينا نقول مجازا احنا نسميه احيانا يعني خلينا نقول هذا مو علميا هذا احنا بيناتنا نسميه يعني نسميه محلول بفر قاعدي يعني من هاي للشرح يعني حتى لكم من احكي مثلا من اقول محلول بفر قاعدي يعني ايش من عندي قاعده ضعيفه وملحة من اقول محلول بفر حامضي يعني حامض ضعيف وملحة قلنا هذا الاشياء للشرح يعني مو مال شيء علمي المهم فهذا تالف من قاعده ضعيفه وملحة يعني مجازا احنا حتى بالشرح اقول من اقول محلول بفر قاعدي اقصد به قاعده ضعيفه وملحة زين اجي اكتب القانون بي او تساوي بي كي بي زائد اللوغاريتم تركيز الملح تركيز السولت على تركيز البيس على تركيز البيس زين نجي نعوض هسه اذا بي او اتش اللي احنا نريدها تنحولها الى بي اتش بي كي ايش قد اعطيناها نطيناها جاهزه 4.74 زائد لوغاريتم تركيز السول تجد شو يعني الامونيوم بتركيز 3 بالعشره مولاري 3 بالعشره على 15 بالمية. ويساوي اذا بي او اتش تساوي 4.74 زائد اللوغاريتم نضيف هنا صفر نساوي المراتب راحت تسال فوارز. 30 على 15 2 لوغاريتم الثنيان ويساوي 4.74 زائداً ثلاثة من عشرة وتساوي إذاً p او اتش تساوي 5.04 طلعنا ال p او اتش، المن نحولها عالزائد إلى p أتش، أنا أقول سؤال هو ما راد ال p او اتش، راد شنو؟ راد ال p اتش، يقول p أتش زائداً p او اتش يساوي 14 هذا يؤدي إلى أن ال p أتش تساوي 14 ناقص p او اتش اللي هي 5. 0.04 صفر أربعة إذا بي تساوي ثمانية ستة وتسعين طلعنا عزاي طلعنا هسه البي هاي البي مال يا محلول مال محلول بفر مال محلول بفر اللي هو المذابين. نجي هسه طلع قال وقارن النتيجة يا نتيجة أعزائي هاي البي وقارن النتيجة اللي أنا طلعتها اللي هي ثمانية ستة مع شنو؟ وقارن النتيجة مع بي اتش محلول الـ امونيا هسه نجي نشتغل اعزائي على محلول الامونيا الامونيا كم مذاب مذاب واحد شلون تتعامل وياها تكتب معادله NH3 زائدا H2O يعطينا NH4 موجب زائدا OH سالب يا قوانين راح اطبق اعزائي راح اطبق قوانين القاعده الضعيفه كم قانون للقاعده الضعيفه ثلاثه اللي هو الكي بي ودرجه التأيين والنسبه مئوية كم قانون للاملاح؟ الاملاح واحد مذاب واحد اللي هو تحت الجذر قولوا البي اتش, اتش يساوي كي دبليو على كي اي او كي بي حسب نوع الملح الزايد لكن هنا نجي نطبق قانون القواعد الضعيفه اللي هنا وحد بالماء او مذاب واحد اللي هي اما تحت الجذر او درجه التاين او النسبه المئويه لدرجه التاين فسنجي نكتب القانون هاي ايش قد تركيزها قال لي مع المطلب الثاني اذا التركيز 15% مولاري اذا هاي 15% مولاري صفر بصفر بعدين هاي 15% ناقصا اكس اكس اف اكس نطبق القانون كي بي تساوي تركيز الاو السالب تربيع على تركيز البيس ايش عندك كتبت هذا القانونان؟ انا عزيزي. انا اعزائي انا كتبت هذا القانون حتى اطلع البي اتش وايش قال لي قارن الـ pH ويا بي الامونيا زي واحد يقول هذا القانون ما بي بي شلون كتبت اعزائي نعم ما بي مو اني هسه راح اطلع الاو اتش من هذا القانون وبعدين الاو اتش احولها مثل بي او اتش ثم الى بي اتش اذا نسا زين ليش طبقت انا هذا القانون؟ مو قلنا أعزائي هذا لانه شنو؟ قاعده ضعيفه طبقت لها هذا القانون، اذا هذا مجهول. نعوض السابق الارقام، ابو السؤال مطيني البي كي بي، انا أريد اريده؟ اريده الكي بي. بس خل احلها امسحها لان حتى يصير عندنا مجال او هنا نعوفها شوفوا اعزائي اذا كي بي انا اريدها تساوي 10 اس سالب بي كي بي اللي هي 4 بوينت 74 في هذا 4 نضرب في 10 اس موجب 5 في 10 اس سالب 5 عند ضرب تجمع الاسس ويساوي 10 اس 26 بالمية في 10 اس سالب 5 هذا شو اسمه هذا؟ اسمه مقلوب لوغاريتم قلنا اللوغاريتم نقرا بالمقلوب المقلوب هيك يعني من لوغاريتم هيك مقلوب مقلوب ال 26% شو يساوي 1.8 بدون لوغاريتم وقت شارحي هذا وتساوي 1.8 في 10 اس سالب 5 طلعنا الكي بي نجي نعوض هسه اذا 1.8 في 10 اس سالب 5 يساوي تركيز الـ اتش OH احنا نريدها حتى نحولها الى بي او اتش ثم الى بي اتش تربيع على تركيز البي 0.15 15 في 18 270 كم مرتبة عندي؟ يعني راح يصير ثلاث مراتب 270 ثلاث مراتب هيك راح يصير هذا صفر منها ما من ينحسب يصير 27% في 10 أو سالب 5 ويساوي هاي يساوي منه يساوي تركيز ال او -OH اتش سالب تربيع اكتبها بصيغة أخرى ويساوي 2.7 في 10 أو سالب ستة في عشرة سالب ستة لأن هاي إيش قد عدد المراتب الكل عزائي مرتبتين وخمس مراتب سبع مراتب بس هاي نفسها مرتبة وستة سبع مراتب ليش حولتها إلى ستة مو أرد جذر تربيعي لأن يعني بالجذر التربيع أكون أقسم الأسس على اثنين فالخمسة ما تتقسم على اثنين لازم أحولها إلى رقم زوجي ستة حتى تتقسم على اثنين إذا بالجذر جذر اثنين بوين سبعة مطينا واحد بوين ستة إذا تركيز الأو بالجذر يساوي 1.6 أه في 10 السالب 3 بالقسم بالجذر نقسم الاسس على 2 مو نحولها الى بي او اتش بي او اتش تساوي سالب لوغاريتم الاو اتش اللي هي واحد بوين ستة في 10 السالب 3 سالب 3 بالسالب تساوي 3 ناقص لوغاريتم واحد بوين سته اللي هو اشقد؟ انطيناه بالسؤال 2 بال 10 ناقص 2 بال 10 وتساوي 2.8 آه، هاي من هي ايه هاي البي او ات نحولها الى ph زائداً في او ات يساوي 14 هذا يؤدي الى ان ph تساوي 14 ناقص 2.8 وتساوي 11.2 شوفوا اعزائي الامونيا من كانت وحده ايش قد الph مالتها؟ 11 بوينت اثنين الامونيا واحد هي 11 بوينت اثنين لكن الامونيا من اجينا ضفنا عليها كلوريد الامونيوم ايش قد صار البي اتش مالتها قلت صارت 8.6 المحاضرة السابقة ايش قلنا؟ قلنا الايون المشترك هم يقلل الصفة الحامضية وهم يقلل الصفة القاعدية شلون؟ من كانت الامونيا واحد ايش قد البي اتش طلعناها؟ 11.2 يعني البي عالية صفة قاعدية لكن شوفوا من درنا عليها الملح مالتها ايش قد صارت البي اتش مال محلول بفر البي اتش مال محلول بفر ثمانية بوينت ستة شوفوا قلت ليش قلت بوكتها ايش قلنا اعزائي من صار عدي زيادة هنا بتركيز الامونيوم صار عدي زيادة بيا اتجاه هذا اتجاه الامامي راح يترجح تفاعل الخلفي لانها تفاعل انعكاسي من يترجح التفاعل الخلفي تركيز الاو اتش بي يقل حسب قاعده لوشاتلي من ترجح التفاعل الخلفي اذا قل تركيز الاو اش راح تقل الصفه القاعديه لان هو من يسبب الصفه القاعديه الاو اذا قلت الاو راح تقل البي اذا بعد ان ضفنا الملح البي اتش قلت بسبب تاثير الايون المشترك حيث سبب ترجح التفاعل الخلفي وبالتالي نقصان تركيز الاو اتش ونقصان الصفه القاعديه فقارنا النتيجه اعزائي بين بي من كانت الامونيا وحده وبي اتش محلول بفار نجي أعزائي إلى السؤال الأخير السؤال الأخير بمحاضرتنا اليوم وأيضا السؤال الأخير بموضوع بفر اللي هو المذابين أعزائي الدرس القادم مهم جدا راح نأخذ إن شاء الله محاليل بفر اللي هن المذابين بعد أن أضيف عليها حامض قوي أو قاعدة قوي يعني الدرس القادم هو جدا مهم يعني كم مذاب راح نأخذ راح نأخذ ثلاث مذابات بفر وراح أضيف عليه يا إما حامض قوي أو قاعدة قوية، هذا إن شاء الله الدرس القادم اللي هو أهم موضوع عندكم. نجي إلى هذا السؤال، سألني هنا، شوفوا أعزائي، قال ما التأثير؟, ما التأثير؟ ما التأثير؟ ما التأثير؟ الذي تحدثه إضافة 26.75 غرام هو محول لي بالمول، يعني اعزائي انا هاي ما استخدمها، هو محول لي الغرام الى مول، شلون يحول الغرام الى مول؟ يعني هو من يما قسمها على الكتله الموليه وطانا رقم جاهز، يعني سوى ما له معنى انه المفروض ابو السؤال لو ينطي هاي واحنا نحولها الى مولات او ينطي المول المهم هسه. يقول ما التاثير الذي تحدثه اضافه هالقد غرام؟ قلنا هو من يما ابو السؤال محول لي للمول ومقسمها يعني هاي على الكتله الموليه مطناها جاهزه بالمول نص مول. من كلوريد الامونيوم، شنو هذا اعزائي؟ ملح. وين راح يضيفه؟ راح يضيفه الى لتر واحد من محلول شنو؟ الامونيا، ملح وقاعده ضعيفه. كم مذاب صار؟ مذابين، قاعده ضعيفه وملحه. يا قوانين نطبق، قوانين بفرض قاعديه، قاعده ضعيفه وملحه. لكن هذا السؤال اعزائي انتبهوا لي، من يسالني ما التاثير؟ الى فد اليه حل، شنو اليه حل؟ بس انتبهوا اعزائي. هسه اكمل قراءه السؤال ما التاثير الذي تحدثه اضافه نص مول من كلوريد الامونيوم الى لتر واحد من محلول الامونيا صار مذابيا بتركيز واحد بالعشرة مولاري على شنو؟ ما تأثيرها على درجة تفكك القاعدة انتبهوا على أسئلة ما التأثير أنا حتى بالشعبة يعني أضرب أمثلة للطلبة من يسألني ما التأثير يعني أسأل الطلبة سؤال يعني مثلا إذا أنا هنا عندي فدلون معين هنا عندي لون معين وراح أضيف هذا لون معين وراح اضيف عليه مثل لون احمر شنو اللون الناتج بعد الاضافه؟ تقدرون تقولوا لي شنو اللون الناتج بعد الاضافه؟ اكيد لا ليش؟ راح تقولوا لي استاذ احنا نقدر نقول بعد الاضافه لكن المفروض انت شو تقول لنا؟ شنو اللون هو كان ال... بالوعاء شنو الاصل؟ مثلا هل كان اللون اصفر مثلا يقول لك اللون يصير برتقالي، شنو اللون الاصلي؟ اذا يصير انتم تقولوا ما هو ال... اللون الناتج بعد المزج قبل ما تعرفون هذا لا طبعا ما يصير إذا تقولون استاذ التلازم تقول لنا شنو هذا اللون بمعنى شنو كون نعرف شنو كون نعرف قبل الإضافة وبعدين شنو هو بعد الإضافة فنعيدها أعزائي من أسئلة ما التأثير أنا شلون أعرف التأثير بالبداية دخل أعرف قد شنو اللي كان وبعدين اقول لك شنو اللي صار فمن يسالني اعزائي ما التاثير كون نحل السؤال كم مره؟ نحل السؤال مرتين، ايش وقت مرتين؟ قبل الاضافه حتى نعرف هو شنو كان وبعد الاضافه، هاي لا تنسوها اعزائي والملاحظه اخوان موجوده بالملزمه بالتفصيل كاتبها. زين. فهاي لا تنسوها من يسالني ما التاثير؟ نحل يكون السؤال مرتين اعزائي قبل الاضافه وبعد الاضافه. فخلينا نجي هسه نسوي؟ نجد درجه التأين نجد نجد درجة التأين أو التفكك نفسها التفكك إيش وقت أعزائي قبل الإضافة قبل الإضافة إحنا ضفنا شنو على شنو إحنا ضفنا ملح إلى أمونيا يعني منو بالوعاء كان موجود كان موجود الأمونيا اللي هي قاعدة ضعيفة وراح أضيف عليها شنو ملح إذا قبل الإضافة كان عندي بس امونيا يعني كم مذاب قبل الاضافه قبل الاضافه مذاب واحد شنو صنف هذا صنفة قاعده ضعيفه وليش تريد تعرف صنفه يقول الاستاذ أنا اذا اعرف الصنفة قاعده ضعيفه اطبق قوانين شنو؟ قوانين القاعده الضعيفه اللي هي الكي بي ثلاث قوانين للقاعده الضعيفه، الكي تساوي تركيز الاو اش تربيع ودرجه التاء نسبه مئويه، زين فرضا فرضا لو قبل الاضافه مثلا ملح تقول الاستاذ نطبق قوانين الاملاح وحده اللي هي مثل تحت الجدير pH الى اخره او كي اتش وهكذا. مذابين تقول الاستاذ نطبق قانون بفر يعني مو فد صعوبه بالموضوع. فهسه نجي قبل الاضافه اللي هي مذاب واحد اللي هو صنفه امونيا. شلون انت تتعامل ويا الامونيا؟ تقول الاستاذ احنا نكتب الامونيا شلون نتعامل وياها؟ نكتب معادله مع القاعده الضعيفه nH3 زايد h nH2O. يعطينا الان H4 موجب زائدا OH سالب ايش قد تركيزه واحد بالعشره بالمناسبه اعزائي زمان ما ماخذيها هسه هذا بي تخفيف لو ما بي تخفيف وطبعا ما بيتخفيف تخفيف اعزائي يعني ما ضفت حجم الى حجم ضفت مول مول ما ضفت حجم ضفت مول الى حجم زين لو شنو ضايف حجم الى حجم هو لازم نخفف لازم نخفف وقلنا التخفيف ما له علاقه بحل السؤال التخفيف مجرد تحويله اذا كان تخفيف نخفف ونستخدم بالقوانين التراكيز بعد التخفيف، ما بي تخفيف نستخدم التراكيز اللي اعطيناها بالسؤال مباشرة بالقانون، إذا هذا ايش قد تركيزه؟ 1 بالعشرة مولاري هذا صفر صفر، بعدين هذا شيء يصير؟ 1 بالعشرة ناقص X X X،, X. نطبق قانون مال الكيبي لأن قاعدة ضعيفة نطبق لها قوانين الكيبي تساوي تركيز الأو سالب تربيع، لأن تركيزنا قلنا مساوي على تركيز البيس اللي هي ال NH3. كيف ايش قد ما اياها؟ 1.8 في 10 سالب 5 يساوي تركيز ال OH سالب تربيع على تركيز البيس 1 بالعشرة 10. زين سالته ليش تريد تطلع تركيز ال OH؟ مو انا عزال اريد اطلع تركيز ال OH؟, OH، ليش؟ حتى حوله إلى شنو؟ حتى حوله إلى درجة تفكك، لأن القانون شو يقول؟ درجة التفكك تساوي الاو اتش -OH على البيس فاني ما عندي الاو اتش -OH بس اطلع حتى اطبق قانون درجه التفكك بعدين هذا يؤدي نضرب هاي في هاي 1.8 في 1 بالعشرة او ماكو داعي 1 بالعشرة لان هاي سالب 1 ويا سالب 5 سالب 6 هذا يؤدي الى ان تركيز الاو السالب -OH تربيع تساوي 1.8 هاي مرتبه سالب 1 وسالب 5 في 10 والسالب 6 بالجذر اذا تركيز الاو اتش -OH يساوي جذر الواحد بوينت ثمانية يعطيني زائد السؤال يساوي واحد ثلاثة في عشرة والسالب ثلاثة لنقسم على اثنين أو واحد بوينت أربعة وثلاثين حسب قيمة الجذر اللي اعطيناها بالسؤال مولاري طلعنا لو اتش أنا ما أريد لو اتش عزيز أنا أريد؟ أريد إيش نجد درجة التفكك أو التأين شو وقت قبل الإضافة أنا قاعد أطلع لو اتش حتى أطلع من عندها درجة التفكك نجي نطبق قانون درجة التفكك درجة التفكك تساوي تركيز الاو اتش OH على تركيز البيس ويساوي الاو اتش OH اشقد؟ 1.3 في 10 وسالب 3 على البيس اشقد تركيزها؟ 1 بالعشرة، قلنا هذا دائما يهمل على 1 بالعشرة او احنا اصلا ناخذ هو التركيز الابتدائي على 1 بالعشرة وتساوي هاي معناها على شنو؟ 1 بالعشرة، 10 عشرة معناها 10 وسالب 1. هاي تصعد للعلى تصير موجب سالب واحد ويا سالب ثلاثة عند القسمة تطرح الأسس تصير سالب اثنين ويساوي واحد بوينت ثلاثة في عشرة أس سالب اثنين هاي شنو اللي طلعناه أعزائي هاي درجة التفكك أو التأين درجة التفكك قبل الإضافة هاي قبل الإضافة هسه ايش راح نطلع؟ راح نطلع هسه درجة التفكك بعد الإضافة، بعد الإضافة أنت راح أضيف ملح اليمن على امونيا كمذاب مذابين يعني قاعده ضعيفه وملح راح نطبق قاعده ضعيفه وملحة يعني مال مذابين نكتب المعادلات NH3 زائدا H2O يعطينا NH4 موجب زائدا OH سالب الملح مذابين NH3 NH4 Cl تفكك تام يعطينا NH4 موجب سي سالب هذا شنو هو ايون مشترك ايون مشترك ايون مشترك زين نجي نطبق قوانين قوانين محاليل البفر اللي هن مذابين قاعدة ضعيفة وملحة قوانين محاليل البفر قاعدة ضعيفة وملحة فنجي نكتب القانون قانون نختار الا. OH. او اتش سالب تساوي كي بي في تركيز البيس على تركيز ال على تركيز الصوت <applause> على تركيز الصوت، وعزائي دائما دائما اللي يجي من الشحيح هذا حكيته قبل شوي هذا دائما يهمل ما لنا علاقه به، وهذا يعوض بس المهم مو فشيء ضروري، اذا تركيز الاو اس يعني هذا الحكي يفيدنا بموضوع الذوبانيه. إذا تركيز الـ السالب يساوي كي بي في تركيز البيس على تركيز السولت. إذا تركيز الـ OH يساوي كي بي 1.8 في 10 سالب 5 في تركيز البيس. إيش يد القاعدة؟ 1 بالعشرة. على تركيز السولت إيش يد؟ 5 من 10. المراتب متساوية 1 على 5 2 بالعشرة. إذا تركيز الـ OH يساوي 1.8 في 10 وسالب 5 في 2 من 10، 1 على 5 2 من 10، 2 في 18 36 إذا يساوي مرتبتين بعد الفارزة 36% في 10 وسالب 5. طلعنا الـ OH، أعزائي هاي الـ OH اللي طلعناها شنو؟ هاي، هاي الـ OH المحلول بعد الإضافة أو نسميها شنو؟ أو بي أو اتش محلول بفر هاي بعد الإضافة. هاي بعد الاضافه يعني شوفوا تركيزها زاد لو قل قل تركيزها ايش قد كان تركيزها من كانت الامونيا وحده 1.3 في 10 سالب 3 من درنا عليها الملح مالتها ايش قد صارت الاو اتش 36 قلت في 10 سالب 5 قلت الاو اتش ليش قلت اعزائي مو قلنا بسبب الايون المشترك صار عندي زياده بالاتجاه تفاعل انعكاسي صار عندي زياده بالاتجاه الامامي، هذا الاتجاه الامامي راح يترجح التفاعل الخلفي حسب قاعده الوشات ليه؟ من يترجح التفاعل الخلفي او اتش بي يقل. وايضا درجه التفكك شنو؟ قلت. اعزائي من هاي الجهه الامونيا قاعد تتفكك، تفككت الامونيا. لكن من ضفنا وياها الملح مالتها وصار عند مشترك ترجعها تفاعل الخلفي، يعني التفكك قل، ذن المواد المتفككه رجعن يتحدن، رجعن يتحدن فقلت درجه التفكك واللي سهم راح نطلعها. هسه نطلع درجه التفكك القاعده، اذا درجه التفكك بعد الاضافه بعد الاضافه يساوي تركيز الاو على تركيز البيس. لكن يا او اتش راح استخدم استخدم الاو OH اللي هي شوكت بعد الاضافه بينما بالسؤال يعني عفوا بالجزء الاول من طلع درجه التفكك يا او OH استخدمت استخدمت الاو OH مال الامونيا واحد هي لكن هنا استخدمت الاو OH مال المذابين ويساوي ويساوي صفر بوينت ستة وثلاثين في عشرة السالب خمسة

نطلع مطلب هو ما طالبه بالسؤال شنو عدد مرات الانخفاض بدرجه التفكك؟ لازم تستخرجوا اعزائي. زين استاذ انت ليش ما كتبت لنا بالسؤال؟ مو انا اذا مو انا كتبت لكم اياه بالسؤال انتم راح تعتقدون انه هو موجود اصلا بالسؤال، لكن هو اصلا بالسؤال ما موجود هذا المطلب، لكن ابو الكتاب حاله، الكتاب حاله، فانتم هذا السؤال ما التاثير؟ لازم تعرفون انه تستخرجون هذا المطلب عدد مرات الانخفاض بدرجه التفكك. عدد مرات الانخفاض يعني كم مرة انخفضت درجة التفكك عدد مرات الانخفاض بدرجة التفكك يساوي دائما درجة التفكك الأولى الكبيرة على دائما الكبير على الصغير على درجة التفكك الثانية يعني قبل الإضافة من كانت الأمونيا واحد على بعد الإضافة من ضفنا عليها الملح مالتها قبل الإضافة شقد 1.3 دائما الكبير على الصغير لا تنسوها 1.3 في 10 سالب 2

مرة شوف أعزائي احنا الحمد لله كملنا جميع أسئلة محاليل البفر اللي هي المذابين إن شاء الله على الدرس القادم اللي هي المحاضرة جدا مهمة راح تكون محاليل البفر وراح أضيف عليها لوحة مثقوة لو قاعدة قوي يعني يصير كم مذاب راح يصير عندنا ثلاث مذابات واللي هي دائما الأسئلة اللي هي تجي بالوزاري والحمد لله رب العالمين